وانت عايز ايه من الهداف غير ان هو يكون خطير وفعال ومهاري، حريف كرة يعني. والهداف عايز ايه غير انه يلعب الاثنين من اهم واكبر الانديه على مستوى العالم زي ريال مدريد وبرشلونه. هو بالتحديد ضيفنا في السادسه الفونسو بيريز، طبعا نجم المنتخب الاسباني، ضيفنا في السادسه. بدايه طبعا نرحب بيه على شاشه الاهلي ونشكره على ظهوره معنا في السادسه. اهلا وسهلا بيك. اولا اولا كيتال، اهلا وسهلا، ام سعيد للغايه بتواجدي معكم. يعني بدايه خليني اسالك، واحنا على اعتاب بدايه موسم جديد او موسم بدا بالفعل، مين اللي تتمنى انه يحقق لقب الليجا السنه دي، ريال مدريد ولا البارسا؟ حسنا، بشكل شخصي أتمنى فوز ريال مدريد، على الرغم من أنني لعبت للفريقين ولكني خرجت من ناشئي ريال مدريد، تربيت في ريال مدريد. أعتقد أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر حظوظا للفوز بلقب الليغا ولقب دوري الأبطال، الفريق الذي فاز بلقب دوري الأبطال الأكثر فوزا بلقب دوري الأبطال في إسبانيا و الدوري الليغا. اعتقد انه الفريق الذي يمتلك الحظوظ الاكبر للفوز. يبقى في الحاله دي ابارك لك على موسم اعتقد انه كان ناجح جدا على مستوى الالقاب لريال مدريد، تحقيق تشامبيونز ليج، ليغا اسبانيا، واخيرا طبعا السوبر الاوروبي. ولكن هل تتفق مع بعض جماهير الريال بالمناسبه اللي شايفه انه ريال مدريد بيعاني وان المعاناه دي ممكن تستمر وتؤدي لفقدانه الالقاب في الموسم المقبل، وخصوصا طبعا مع الميركاتو القوي اللي قام بيه الغريم التقليدي برشلونة؟ حسنا، نحن ما زلنا في البداية، الريال لعب مباراة واحدة فقط في الليغا دون أدنى شك، هناك مباريات كثيرة في الليغا. برشلونة بالطبع دعم صفوفه بصفقات كبيرة، ولكني أعتقد أن هناك عام يتبقى على البطولة، وأعتقد أن الدوري الإسباني هو الأفضل في العالم حاليا، يضم لاعبين كبار. هناك تطلعات كبيرة من ريال مدريد في كل أنحاء العالم ليس في إسبانيا فقط. سنرى ماذا سيحدث، ولكن أعتقد أن الوقت لا يزال صغير على الحكم على من سيفوز. أتمنى أن ما سيحدث في هذا العام ما حدث في العام الماضي، وأن يفوز الريال بلقب الليغا، وهذا هو الأهم. رغم تحقيقه للقب الليغا، لكن كثير من الآراء كانت بترى أنه ده الابتعاد برشلونة عن المنافسة، وحتى تحقيقه للقب تشامبيونز ليج اتى بمعاناه، عانى امام تشيلسي، عانى امام البي اس جي، عانى امام السيتي، وعانى كمان امام ليفربول. كتير من الاتهامات موجهه لاداره الريال انها لم تقم بميركاتو قوي لتدعيم صفوف ريال مدريد، هل بتتفق معاهم؟ وهل يحتاج الريال الى صفقات لتحقيق الالقاب، ولا بترى انه انشيلوتي قام بعقد صفقات كافيه من وجهه نظرك؟ حسنا، أعتقد أن ريال مدريد لم يقم بصفقات كبيرة على مدار عامين تقريبا، لم يستقطب لاعبين كبار. أعتقد أن الريال يجب عليه أن يضم اللاعبين أفضل. أعتقد أن النادي يصرف أموالا طائلة، ولكني أرى أنه يجب أن يصرف الأموال على اللاعبين من أجل أن يفوز بالألقاب مثل الليغا ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي كما حدث. يجب أن يكون هناك صفقة كبيرة مثل إمبابي أو هالاند، ولكن في النهاية ماليا أعتقد أنه على المستوى الرياضي أن ريال مدريد بحالة جيدة، فاز بدور الأبطال في الموسم الماضي، مر بتجارب كبيرة صعبة أمام باريس سان جيرمان وأمام ليفربول وأمام تشيلسي، ولكن في النهاية العقلية الانتصارية للريال مدريد ليست موجودة في أي فريق آخر. من يلعب في ريال مدريد ويرتدي هذا القميص لا يستسلم أبدا ويقاتل حتى النهاية،
في أي لاعب يدخل ريال مدريد فعقليته تتغير بشكل تماما عن أي فريق آخر، وفي النهاية قام باستثمار رائع في الملعب فيما يتعلق بالأمور الخارجية في الملعب والتحديثات، ولكن الأهم هو ما يحدث داخل الملعب. أن تمتلك لاعبين كبار، ولكن حسنا هذا العام كنا ننتظر أكثر من استقدام صفقات بأسماء كبيرة، ولكني أعتقد أن كان الأفضل على العكس تماما. يمكن نجحت إدارة البارسا بقيادة لابورتا وتشافي في عمل ميركاتو أو موسم انتقالات غير مسبوق، عدد كبير من الانتدابات المهمة. هل في ظنك أنه الأسماء اللي انتدبها أو انتدبتها إدارة البارسا قادرة على إعادة برشلونة للمنافسة من جديد، مش على لقب الليجا ولكن على لقب الشامبيونز ليج؟ حسنا، إذا تحدثنا عن برشلونة هناك أمر واضح. نحن نتحدث عن أن البارسا صار عكس اتجاه ريال مدريد، استثمر أكثر في صفقات اللاعبين، استقدم لاعبين جيدين، ولكن هناك ديون في النادي على مدار 20 عاما، والأمور المالية ليست على أفضل ما يرام. بالمقارنة بريال مدريد الأمر يختلف تماما. لقد تعاقد نعم مع لاعبين كبار مثل ليفاندوفسكي، لاعب كبير ومهاجم أيضا رائع، ولكن عانى كثيرا وقام بعمل كبير من أجل استخدام لاعبين بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها. هناك ديون كثيرة في النادي على مدار 20 عاما الأخيرة. هناك أيضا أموال كثيرة خارج النادي، النادي يقوم بصرف أموال كثيرة، ولكني أعتقد بسبب الإدارة السيئة في السنوات الماضية، إدارة برشلونة كانت تدير الأمور بشكل سيء، كانت هناك مشاكل كبيرة. بالكلام عن برشلونة، يمكن أرجع للفترة اللي كنت بتلعب فيها في الملعب وأفتكر أو أذكرك باثنين من أهم الأسماء اللي كانوا أصدقاء ليك في ملعب في فريق برشلونة، بيب جوارديولا ولويس إنريكي. هما اثنين دلوقتي من أنجح المديرين الفنيين، جوارديولا مع السيتي وإنريكي مع منتخب أسبانيا. هل تعتقد أن الموسم ده جوارديولا قادر على التتويج بلقب تشامبيونز ليج مع السيتي، ولويس إنريكي قادر على قيادة منتخب لاروخا في بطولة كأس العالم لمنصة التتويج؟ أعتقد أن الاثنين مدربين كبيرين، لقد زاملتهم في الملعب في برشلونة وفي ريال مدريد والمنتخب الإسباني أيضا. جوارديولا في المان سيتي يقدم عملا كبيرا، كرة قدم جميلة على الوجه العام بشكل عام، فريقه يقدم كرة قدم رائعة وتعجبني بشكل شخصي. ولويس إنريكي حافظ على مستوى نجاحات الكرة الإسبانية في السنوات الأخيرة. أعرف فلسفة إنريكي جيدا التي يريد أن يطبقها في الملعب مع لاعبين والإمكانات الفنية التي يمتلكها. أعتقد أنه سيكون له دور كبير في المونديال. مين أفضل لاعب إسباني من وجهة نظرك في الوقت الحالي؟ لا أعلم، لا يمكنني أن أقول لك أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين، وبشكل خاص اللاعبين الشباب. الاهتمام في الوقت الحالي ينصب على اللاعبين الصغار. لا أعتقد أن هناك لاعب بارز في الوقت الحالي. أعتقد بوجه عام في ريال مدريد وبرشلونة الاهتمام أكثر في الوقت الحالي، وفي ريال باتيس أيضا هناك لاعبين كبار وصلوا إلى المنتخب الإسباني في الوقت الحالي وبانتظارهم. ألفونسو بيريز، طبعا كل التوفيق للكرة الإسبانية والمنتخب الإسباني في كأس العالم. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا في السادسة واحد من نجوم الكرة الإسبانية والريال القلائل اللي لعبوا طبعا لريال مدريد والبارسا الغريمين التقليديين في اسبانيا. السادسة متواصل مع حضراتكم بس بعد الفاصل.